المنفي والمنقوش في الإمارات لحشد الدعم الدولي نحو استقرار ليبيا، ومؤتمر برلين 2 يتصدر النقاشات. عقيل صالح من المغرب يستذكر الاتفاقات السابقة، ونواب يعيدون ملف المناصب السيادية إلى الواجهة. حراك مجتمعي للتوعية بالانتخابات، وناخبو درنا يثرون سجل الناخبين بعد سنوات من الانقطاع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الرابعة من قناة ليبيا وتتابعون فيها أيضا. مع محاولات استئناف العملية التعليمية معوقات تواجه بعض البلديات. حياكم الله. وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبالهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. المنفي والمنقوش تطرقا خلال الزيارة إلى العملية السياسية الليبية والجهود المبذولة لإنجاحها، بما في ذلك جهود إنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 23 من الشهر الحالي، مؤكدين أهمية نجاح العملية السياسية وتوحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها. قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح خلال زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط إن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، والتي تؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين، مؤكدا أنه بفضل الجهود المبذولة تمكنت ليبيا من تكوين سلطة تنفيذية موحدة. حضرت هنا بدعوة كريمة من السيد المحترم الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك للتأكيد على العلاقات القوية الدائمة المستمرة بين الشعبين الشقيقين، والتواصل أيضا المستمر بين المجلسين، مجلس النواب المغربي ومجلس النواب الليبي، وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى حل الأزمة الليبية، وبفضل جهود المغرب وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك توصلنا الآن في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية. قد نالت ثقة مجلس النواب وعدة اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها العين. نتمنى لها التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزماتها. هذا وأكد المستشار صالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد 24 من ديسمبر المقبل. نحن نؤكد من هنا مرة أخرى على أننا نرفض أي تواجد أجنبي في بلادنا، ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021، وهذا مطلب الشعب الليبي. نحن نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكم في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. قال عضو مجلس النواب جبريل أحيدة إن رئيس المجلس عقيل صالح أشار إلى اتفاق لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة في المغرب على تقسيم المناصب السيادية. أحيدة أوضح بالمناسبة أن هذا الاتفاق توقف عند مجلس الدولة الذي لم يحل الأسماء الثلاثة عن كل منصب من المناصب الخمسة إلى مجلس النواب لعقد جلسة لانتخابهم.
من جانبه دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة إلى تغيير كافة المناصب السيادية بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة الليبية للاستثمار. دومة أوضح في تغريدة له أن شاغلي المناصب السيادية الحاليين قد استهلكوا في الداخل والخارج، مشيرا إلى أهمية تغيير كافة شاغلي المناصب. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على دور بلاده الإيجابي في التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا وقيام السلطة التنفيذية الجديدة فيها. جاء ذلك في ختام مشاركة الرئيس التونسي في القمة الثانية بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالدور التونسي لدعم الحوار الليبي. نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني في مدينة درنا حملة هي الأولى من نوعها في المدينة للتوعية بالانتخابات. الحملة استهدفت التجمعات في المصارف والجامعات بهدف توعية المواطنين بالتسجيل في سجل الناخبين. نظم مكتب الإدارة الانتخابية بالساحل الغربي جلسة حوارية بعنوان دور المجتمع المدني في التوعية الانتخابية ببلديات الجميل ورجدالين وزلتن. الجلسة تطرقت إلى تقييم أداء المجتمع المدني في مجال التوعية الانتخابية والاطلاع على أهم التحديات والمشاكل التي تواجهه في التواصل مع المفوضية. الجلسة الحوارية كانت مع مؤسسات المجتمع المدني بشان خلق علاقة أو شراكة من أجل انتخابات قادمة. كان اللقاء جيد، الحضور كان فوق المتوقع، التفاعل والمشاركة كانت إيجابية من كافة مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الساحل الغربي اللي هي تضم مكاتب أو منطقة العجلات، الجميلة، الجليل، زلطن. نعتبر أن دور مؤسسات المجتمع المدني بكل شرائحة أن دوره مهم جدا في تفعيل المهام أو الدورة الانتخابية أو الانتخابات إن شاء الله القادمة اللي نسعى أنها تكون نزيهة وأنها تكون ذات خبرة وذات كفاءات، وهذا طبعا كله ما ينجحش هذا العمل إلا لما يكون دور مؤسسات المجتمع المدني من ناحية التوعية، من ناحية الإرشاد، من ناحية التثقيف. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار حسن الغفل وأحد موظفيها يعد انتهاكا للقوانين الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدا خطيرا للاستقرار المؤسسي أو للاستقلال المؤسسي للجنة. وحذرت البعثة في تغريدة لها من أن يعرقل هذا الفعل اللجنة عن الإدارة والتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية، داعية النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر. من جانبه عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن تضامنه مع بيان البعثة الأممية داعيا إلى حل سريع لاحترام وحماية الهيئات الانتخابية. أوفتشا في تغريدة له أشار إلى أن أعضاء الهيئات الانتخابية البلدية معرضون للخطر بشكل خاص بسبب التزامهم بالمشاركة الديمقراطية بحد تعبيره. انطلقت صباح اليوم العملية الانتخابية في بعض مراكز بلدية سوق الجمعة والتي قضت المحكمة المختصة ببطلان نتائجها السابقة، هذا وافتتحت مراكز خليفة الحجاجي وبشير الأسطى وطلائع الفتح وشرفة الملاحة أبوابها أمام الناخبين عند 9 صباحا لإعادة الاقتراع فيها. كنا في دورة في جولة تفقدية لجميع المراكز، تم افتتاح جميع المراكز ما بين الساعة 9:05 و9:10. جميع المراكز الآن مفتوحة، طبعا كل الإجراءات الأمنية اللي موجودة في المراكز تم تأمينها بإشراف مديرية أمن طرابلس. طبعا تم تجهيز المراكز هذه بالكورونا، بأعضاء الكورونا، يعني إجراءات الاحترازية لكورونا. طبعا جميع الموظفين الاختراع موجودين في أماكنهم لاستقبال المرشحين الناخبين. أجرى أمر منطقة طبرق العسكرية لواء ناجب علوية جولة تفقدية على كافة تمركزات الكتائب والوحدات العسكرية بالنقاط الممتدة من مدينة طبرق إلى مدينة جغبوب للوقوف على سير العمل العسكري فيها. تفاصيل أوفى عن الجولة نتابعها في هذا التقرير.
في إطار حرص القيادة العامة على سير العمل بالوحدات العسكرية بجميع مسمياتها وقيامها بواجباتها في تأمين المنطقة الواقعة بنطاق منطقة تبروك العسكرية، أجرى أمر منطقة تبروك العسكرية لواء نجيب علوية جولة تفقدية على كافة تمركزات الكتائب والوحدات العسكرية بنقاط ممتدة من مدينة تبروك إلى مدينة جغبوب للوقوف على سير العمل العسكري. نحن في صدى مرور على الكتائب التابعة لمنطقة تبروك العسكرية. نحن في الآن في معسكر كتيبة 108 لمرابطة في منطقة جغبوب الحامل لحدود منطقة تبروك العسكرية الجنوبية، والآن نحن الوقوف على احتياجات الأفراد في هذه البوابات، ونحن الآن في مرور على هذه مقرات الكتيبة. جولة آمر منطقة تبروك العسكرية جاءت بهدف الوقوف على احتياجات ومستلزمات كافة الكتائب والوحدات العسكرية والأفراد ورفع معنوياتهم لحفظ الأمن ومحاربة كافة الظواهر السلبية كعصابات التهريب والهجرة وغيرها. بعلوية أثنى خلال جولته على مجهودات كافة القوات المرابطة التي تعمل دون كلل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بنطاق الحدود الإدارية بالمنطقة. عقدت الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي اجتماعها الطارئ الأول للعام الحالي تحت عنوان تصحيح المسار، وذلك بحضور أكثر من 25 فرعا من فروع الجمعية. يأتي هذا الاجتماع بناء على دعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوز نويري من أجل توحيد فروع الجمعية وتصحيح المسار، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين تجاه هذه المنظمة. هذا وجرى خلال الاجتماع الذي ضم فروعا من مختلف مناطق البلاد اختيار كل من رئيس مجلس الإدارة رئيس ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي. شاركت وزارة العمل والتأهيل في أشغال الدورة 89 لمؤتمر العمل الدولي بوفد رفيع المستوى من موظفي ومديري الإدارات بالوزارة، وتمت مناقشة العديد من المسائل التقنية لا سيما تلك المتعلقة بتعامل منظمة العمل الدولية مع جائحة كورونا والتقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية أثناء الجائحة. كما سيتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. يشكو أولياء أمور الطلاب بمدارس بلدية وادي عتبة من توقيت الدراسة للفترة المسائية لتلاميذ السنوات الأولى والتي تتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة أدى إلى تسجيل حالات مرضية بين التلاميذ والمعلمات. هذا وناشد أولياء الأمور ومديرو المدارس والطلاب مراقبة التعليم بوادي عتبة ووزارة التعليم إيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة من خلال توفير مكيفات ومراوح ومبردات للتخفيف من معاناة التلاميذ في هذه المناطق. فصل الصيف الصاخب الحار جدا يعني، درجة الحرارة فيه مرتفعة جدا يعني، والأطفال في الفترة المسائية يعني يواجهوا في درجات حرارة عالية سواء في أثناء إيابهم أو ذهابهم المدرسة، وكذلك حتى في داخل فصول، لأن الفصول غير مهيئة لهذه في هذا الجو الحار الصاخب. وبالتالي نرى أن ممكن الفترة المسائية من الطلبة عبارة عن دورة تكميلية للمنهج، فيا ريت يأخروه وزارة التعليم ولا المسؤولين في البلدية أو على المسؤولين في التعليم بشكل عام أن يوخروا لنا المرحلة التعليمية هذه من بعد الفصل في شهر 6 و7 في الجو الحار، خلوها شهر 8 و9. نتكلموا على حالة الشمس والحالة الوضعية اللي في الجنوب، يعني خاصة الشمس يعني في الأربعينات درجة حرارة درجة عالية جدا على الأطفال، يعني في الأعمار هذه أعمار 5 سنوات 3 سنوات يعني أعمارهم هذه معناها مشكلة هذه، يعني لازم الجنوب ينظروا لنظرة أخرى يعني في ناحية التعليم من ناحية الحرارة، تو نقولوا الحرارة ودرجة الحرارة العالية هذه، ويدروا لنا حلول يعني لحلول إن شاء الله. بارك الله فيكم. ناقش أعضاء نقابة المعلمين في بلدية وادي عتبة هيكلية النقابة واختصاصات الأعضاء ووضع اللائحة الداخلية لنقابة المعلمين بوادي عتبة، وتطرق الأعضاء خلال الاجتماع بعد وقفة احتجاجية لمعلمي البلدية بشأن تسوية مرتباتهم إلى دراسة الانتساب وكيفية اكتساب العضوية وتفعيل دور الإعلام في نقابة المعلمين. حقيقة احنا هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الأول لأعضاء النقابة معلمين بلدية وادي عتبة. نأمل من خلال هذا الاجتماع حقيقة حيكون هناك
كثير من اللي هو النقاط اللي حتسترى داخل هذا الاجتماع، سواء كان الاطلاع على اللي هو اللائحة الداخلية أو تنظيم اللائحة الداخلية اللي هو بداخل هذه النقابة، بالإضافة إلى دور الإعلام، بالإضافة إلى تفعيل عضوية اللي هو المعلم داخل اللي هو نطاق تعليم اللي هو بلدية وادي عتبة. نحن اليوم في اجتماعنا الأول التحضيري لهذه النقابة لوضع النقاط على الحروف وترسيم المبادئ القواعد الأساسية لهذه النقابة حتى تنطلق في هذه البلدية وتكون اللبنة الأولى في الدفاع عن المعلمين في هذه البلدية. ونتمنى أن يكون لنا الدور الكبير في الاهتمام بالجانب التعليمي والحفاظ على حقوق المعلمين والجانب أيضا وكل الجوانب التعليمية داخل البلدية. أقيمت في بلدية قصر بن غشير احتفالية بمناسبة افتتاح مركز الشريف لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور عدد من المسؤولين والضيوف. الحضور أكدوا خلال الاحتفالية على ضرورة الاهتمام بأطفال التوحد وافتتاح مدارس خاصة بهم في كل المناطق الليبية من أجل إدماجهم في المجتمع. أحيي السادة. اليوم نجتمع في هذا المكان في بلدية قصر بن غشير في افتتاح المركز الشريف لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي نتمنى أن يكون يعني بادرة طيبة لأولياء الأمور لتخفيف المعاناة على الأسر الليبية بذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية الليبية للتوحد لديها فروع في كافة ربوع ليبيا الحبيبة، عندنا فرع في قصر بن غشير، في جميل، في زوارة، في المنطقة الشرقية، في البيضة، في بنغازي، عندنا 7 فروع. 7 فروع تقدم في خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بأقل التكاليف. هذه الفئة المختلفة وليست متخلفة، مختلفة عنا تماما في سرعة الفهم والاستيعاب، لكنهم ليسوا بمتخلفين. فمنهم من حمل كتاب الله حفظا تاما، ومنهم من سار في مجال العمل حرفة وزراعة، فلا يطلبون منا إلا وقفة جادة في العطاء المفعم. فالله الله في هذه الفئة المختلفة. ناشد حكماء وأعيان منطقة راس لانوف ومدير معهد المهن الشاملة والطلبة وأولياء الأمور، ناشدوا رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز ضرورة إيجاد حل للطلبة لاستكمال العام الدراسي. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بعد عام من استخدام مبنى المعهد المتوسط كمقرا لمركز العزل في البلدية دون توفير بديل للطلبة. بشان إيقاف الدراسة لطلبة معهد راس لانوف للمهن الشاملة، وذلك بسبب الاستيلاء على المبنى وتحويله إلى مركز عزل الصحي لجائحة كورونا، والذي يعتبر هذا الأمر مخالفا وبدون وجه حق عليه، نحمل الجهات ذات الاختصاص المسؤولية الكاملة بخصوص هذا الأمر والمتمثل في إيقاف الدراسة، مع العلم أن الطلبة إلى هذه اللحظة لم يستأنفوا الدراسة بعد. هذا نداء وهذا رجاء، ولكن المرة الأخرى نحن الموقع هذا نعتلوه وندخله في الطلبة يقروا. ليش؟ لأن احنا خلاص لنا حوالي تو 5 شهور وماشيين في الشهر السادس، طلبة 200 طالب عرفت قاعدين ما فيش دراسة بالكل. ليش؟ نتيجة أن فيه جائحة كورونا. جائحة كورونا يا أخواننا عندنا مكانات لها، عندنا جروا لها موقع في موقع الشركات في الكمبوات، وحطوا فيه ناس 3 شهور، أجروا لها في بن جواد، وعندها إمكانية في ما أي مكان أخرى. لكن هذا معقول يحطوه؟ هذا جائحه كورونا ما حد طلبه؟ هذا تعليم اجيال. مسؤولين انتم ما وصلتوا لهالمكانات الا من خلال التعليم، فمش معقول اجي اليوم تخرب على طلبه هالوقت. تو لهم سنه مشات عليهم، السنه كلها سنتين تسكر مؤسسه تعليميه وتعدوا فينا غير بالكلام الفاضي. احتفل مكتب الخدمات الضمانية جنوب مصراتة باليوم الوطني للضمان الاجتماعي، وأقام المكتب بالمناسبة محاضرة توعوية لعدد من العاملين ومجموعة من الضيوف والمدعوين. التقرير التالي والتفاصيل. احتفاء باليوم الوطني للضمان الاجتماعي والذي يصادف الأول من يونيو من كل عام،
ذلك اليوم الذي سنت فيه قوانين تحمي الفرد في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل وأمراض المهنة، أقام مكتب الخدمات الضمانية جنوب مصراتة محاضرات توعوية حول أهمية هذا اليوم. تم إعداد ندوة خاصة بقانون الضمان الاجتماعي، قانون الضمان الاجتماعي الواقع والمأمول، وكذلك القيام بعملية ميدانية تضم توعية المواطنين بحقوق الضمان الاجتماعي وكذلك الواجبات اللقاء عليهم كالتسجيل وغيرها من الحقوق الضمانية. الفعاليات لم تنتهي هنا، حيث قام قسم الإعلام والتوعية الضمانية وبمشاركة مفوضية مصراتة للكشاف والمرشدات وقسم المرور والترخيص بمديرية أمن مصراتة بتوزيع عدد من المطويات بشوارع المدينة على المحال والأسواق التجارية وسائقي السيارات بالطريق العام لنشر الوعي الضماني بين كل شرائح المجتمع وتعريف المواطنين بمهام الصندوق. يوم نحتفي فيه بقانون يشجع الفرد على البذل والعطاء في حال الصحة ويضمن له معاشا وحياة كريمة في حال المرض والعجز، ودامت الصحة تاجا فوق رؤوس الجميع. شهد مركز اللغات بجامعة سبها احتفالية باليوم الوطني لتقنية المعلومات نظمتها المنظمة الليبية للمعلومات وتقنية الاتصالات بالتعاون مع منظمة تامزوال للتدريب والتنمية والإعلام بالشراكة مع اتحاد طلبة كلية تقنية المعلومات والإدارة العامة للجامعة. وقال رئيس مجلس إدارة منظمة تامزوال للتدريب محمد الحموزي لقناتنا إن هذا الحدث انتظم في أكثر من مدينة في ليبيا بهدف تعزيز ثقافة تنمية تقنية المعلومات وإثراء المحتوى في هذا المجال ومواكبة التطور الذي يشهده في العالم. طبعا هذا الحدث منطلق بتنظيم المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات بطرابلس، وتمت انتشار هذه العدوى الإيجابية الحقيقة من كل المناطق في تنافس لظهور التطور وتقنية المعلومات في عدة مناطق وعدة مدن في ليبيا. الهدف من هذا الحدث هو إثراء المحتوى والتوعية في مجال التقني ومجال تقنية المعلومات والتطور الكبير في التكنولوجيا المتواجد حاليا في العالم، ونحاول بهذا الحدث تعزيز فكر مجاراة التطور التكنولوجي ومواكبته بشكل كبير من خلال طرح ورش عمل ومناقشات وحواريات تخص هذا المجال وهو تقنية المعلومات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. بعد عودة الاستقرار للبلاد، ليبيا تطالب المجتمع الدولي بإعادة أموالها المنهوبة. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير النفط محمد عون عن عزم البلاد رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى تفاهمات مع الشركات الفرنسية من أجل تحقيق طموح الليبيين في زيادة إنتاج النفط. وأوضح عون في تصريحات لمونتي كارلو الدولية أن شركة توتال ستساعد على إعادة بعض الحقول المدمرة خلال الحرب إلى سابق طاقة الإنتاجية بناء على العقود الموقعة معها، مؤكدا أن البلاد تسعى لتطوير البنية الأساسية النفطية وصيانة منشآت النفط وتحديثها بهدف ضمان حصة أكبر في سوق التكرير والتصدير في العالم.
تعهدت المؤسسة الوطنية للنفط بأن تكون من أوائل قطاعات الدولة الحيوية في تطوير وتحسين معدلات الأداء البيئي للمساهمة في استعادة النظام البيئي في البلاد. وأوضحت المؤسسة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أنها تولي اهتماما كبيرا لحماية البيئة وتضع دوما مشاريع دراسات تقييم الآثار البيئية والتقليل من حدتها، مؤكدة أن هذه الخطوات من أولويات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز. قال نائب مندوب ليبيا المكلف لدى الأمم المتحدة موسى الشرع إن حالات الصراع وعدم الاستقرار في البلاد خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي، ناهيك عن استغلال بعض الدول للظروف ووضع يدها على الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية. الشرع وفي كلمة خلال كلمته خلال اجتماعات مكافحة الفساد في نيويورك دعا المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها، مؤكدا التزام ليبيا بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بالخصوص وترحيبها بأي تعاون دولي مشترك. بهدف تعزيز ودعم الدور الرقابي في سرت، وصل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي وعضو مجلس النواب زائد هدية ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب إلى مدينة سرت. وخلال اجتماعات بالمدينة أقر المجتمعون تشكيل لجنة رقابية لمتابعة توزيع الوقود والغاز مع الشركات الموزعة ومستودع رأس المنقار في بنغازي. وتحفيزهم بدور كبير جدا جدا من أجل على الأقل إعادة حضر إلى مدينة سرت الصلاة والسلام، وتم مناقشتي في تحفيز الحكومة وضرورة من الحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات هامة فيما يتعلق المواطن السرتاوي يعاني لمرين، المنطقة المدمرة محتاجة لأن يكون في إجراءات فيما يتعلق في مبدأ الإيجار. وتعرفون أنتم بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الأستاذ محمد المنفي وعدنا أن يتم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووعد الأستاذ عبد السلام بمتابعة هذا الملف. فيما يتعلق بالهيئة بالتحديد سوف تخفي إجراءات، هتكون إجراءات في صيانة المبنى تحت الرقابة الدولية. فيما يتعلق بالرقابة على أبو لذبي حنتكلم مع السيد مدير عام المركز وحنوصل مع هذا الحل لبعض الإشكاليات اللي عندهم، وإن شاء الله نحن حنكون داعمين للمدينة. السادة المجلس الاجتماعي بلدية سرت، وكذلك قابلنا سيد مدير فرع الرقابة الإدارية سرت محمد دياب وموظفين هيئة الرقابة الإدارية بفرع سرت. استمعنا العديد من الملاحظات والمشاكل الذين يعانونها نتيجة ما مرت به مدينة سرت بشكل عام وأعضاء الرقابة الإدارية بشكل خاص. تخللت هذه الزيارة إن شاء الله بوعود من السيد رئيس الهيئة أو بمباشرة تنفيذ إن شاء الله صيانة مقر فرع الرقابة الإدارية فرع سرت، وكذلك تجهيز إمكانيات ودعمهم بوسائل النقل لمباشرة عملهم بإذن الله. كذلك استمعنا لعديد من المشاكل البلدية منها نقص بالسيولة والغاز في المنطقة الشرقية. ستتابع هيئة الرقابة الإدارية بإشراف تحت شرف السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي هذه الأمور اليومية التي يحتاجها المواطن في مدينة سرت ومتابعتها من المركز أو مصدر الرئيسي لها. زار المدير العام لشركة الكهرباء إبراهيم الفلاح مدينة سرت حيث التقى عميد البلدية وعددا من المسؤولين والأعيان، وتفقد خلال الزيارة تشغيل محطة سرت البخارية واحتياجاتها والإنارة داخل المدينة وضواحيها وصيانة الخطوط المتهالكة للكهرباء، ورصد أيضا كافة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المحطات وفرع الشركة في سرت. في إطار حرص إدارة تنفيذية على متابعة أعمال الصيانة التي تجرى في محطات الإنتاج، قامت مجموعة أو كوكبة من الشركة متمثلة في المدير العام ومساعد المدير العام لشؤون التشغيل ومجموعة من الإدارات العامة بزيارة منطقة الجفرة، مرورا منطقة الجفرة ومن ثم إلى مدينة سرت، والاطلاع على أعمال سنة تجرى بالمحطة، وذلك لصيانة عمود المولد الوحدة الأولى للدخول بها على الشبكة العامة خلال فترة بإذن الله لا تتجاوز شهر من الآن. اليوم نتواجد هنا الحقيقة وبإذن الله حسب ما وعد المدير العام بأن الأعمال الفنية لصيانة المحطات أو المولدات بالنسبة للمحطة البخارية سرت باشروا فيها بشكل رسمي، وعد أن خلال شهر من اليوم إن شاء الله ستكون جاهزة للتشغيل. الآن هذا المشروع الاستراتيجي اللي الحقيقة تكلمنا سابقا قلنا أن مشروع ربط الكهرباء ومشروع محطة سرت البخارية، هذا المشروع هو الذي الحل يكمن من سرت، ينطلق من سرت، واحنا نركز على هذا الحل باعتبارنا هذا المشروع الاستراتيجي
بيوفر في الحد الأقصى من 300 إلى 1500 ميجا وات، يعني بيربط الشرق والغرب. في نشرتها اليومية أعلنت شركة الكهرباء عن وصول ساعات طرح الأحمال اليوم السبت إلى ساعتين في الجناحين الغربي والجنوبي، في حين استثنت الجناح الشرقي من ساعات الطرح. وأهبت الشركة المواطنين بمراعاة التغيرات المستجدة على الشبكة والتواصل معها في حال حدوث أي طارئ. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. المنيفي والمنقوش في الإمارات لحشد الدعم الدولي نحو استقرار ليبيا، ومؤتمر برلين 2 يتصدر النقاشات. عقيل صالح من المغرب يستذكر الاتفاقات السابقة، ونواب يعيدون ملف المناصب السيادية إلى الواجهة. حراك مجتمعي للتوعية بالانتخابات، وناخبو درنا يثرون سجل الناخبين بعد سنوات من الانقطاع. ومع محاولات استئناف العملية التعليمية معوقات تواجه بعض البلديات. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.